كلمة أخيرة، الرب يحبك فعلا، الله ما بغير فكره ولا بغير كلمته، كلمة الله ثابتة إلى الأبد. قال يسوع: كلامي روح وحياة، وأن كل الكتاب هو موحى به من الله، وهذا الكتاب هو لمنفعتك، لخيرك، لخلاصك ولأبديتك. بسميه كلمة الحق. الله بغيرش فكره، ولا في آية عنا بتنسخ آية، بتبطل آية أو إلى آخره. فكر الله واضح جدا، وهذا الوضوح أنه عاوزك تحصل على الحياة الأبدية. وهي صلاة اليوم لكل مشاهد، والرب يباركك.